مشاهدينا المحترمين، السلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. في حلقه اليوم نناقش موضوع مرتبط بقطاع التربيه الوطنيه، طبعا استئناف الدراسه عقب ما يسمى بالعطله الاستثنائيه او الخاصه ضمن اجراءات مكافحه فيروس كورونا. هذه العطله التي كانت في البدايه مقترح ان يكون فيها اسبوع، ثم تم تمديدها اسبوع اخر بناء على الوضعية الوبائية. طبعا أرقام هذه الموجة المتعلقة أساسا بمتحور أوميكرون الحمد لله بدأت تنخفض، والوضعية الوبائية أكثر تطمينا يوما بعد آخر. سيتم الاستئناف إذن يوم الأحد المقبل الموافق للسادس من فبراير في جميع المؤسسات التربوية. هذا يطرح سؤال، كيف سيتم استئناف السنة الدراسية؟ كيف ستكون المجريات؟ معروف أنه مختلف القرارات المتخذة بخصوص مكافحة فيروس كورونا، نظام التفويج، وهذه الحالة الخاصة التي فرضها الوباء، كيف ستكون تأثيراتها وتبعاتها على رزنامة قطاع التربية؟ وثيقة إجرائية تحدثت عنها ونشرتها وسائل الإعلام تقول أنها فوق مكتب وزير التربية وتنتظر الإثراء وتنتظر النقاش وتنتظر التطوير وتنتظر أيضا المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية في قطاع التربية حتى تكون قاعدة لقرارات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة. من أهم هذه القرارات ربما أو أهم الإجراءات التي تحدثت عنها هذه الوثيقة هو قضية أنه التقييم المستمر سيكون بدل الفروض. سنحاول أن نناقش ما مدى واقعية هذا الطرح، ما مدى واقعية هذا الإجراء، ونتحدث أيضا أنه ستكون هنالك مواعيد محددة لمختلف الامتحانات ومختلف النشاطات المتعلقة بصب النقاط والمتعلقة بمجالس الأقسام، وأيضا حول عطلة الربيع التي ستقلص إلى أسبوع واحد فقط عوض أسبوعين كما كان معمولا به في الظروف العادية. طبعا هذه الوثيقة أيضا تحدد رزنامة جميع النشاطات المتعلقة بقطاع التربية بدقة. نتساءل هل بإمكان القطاع أن يسير هذه الإجراءات بهذا الانضباط وبهذا الالتزام بهذه المواعيد؟ طبعا توقف الدروس سيكون نهاية ماي حسب هذه الوثيقة، واختتام السنة الدراسية سيكون في 14 من جويلية. أسعد بأن أناقش واقع القطاع على ضوء القرارات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا، وأيضا على ضوء هذه الوثيقة، وثيقة الإجرائية، رفقة كل من الأستاذ مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة تكنوبيست، ضيفنا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ بوديبة. أهلا وسهلا. أهلا. إذن أول شيء قبل أن نروح للوثيقة هذه أستاذ بوديبة، سؤال حول قطاع التربية الذي تم أو خضع لإجراء تجميد الدراسة لأسبوعين. الحمد لله موجة أوميكرون راهي تنخفض، ستكون العودة يوم الأحد المقبل. في رأيكم تقييم لهذه العودة، هل ربما ستجعل واقع القطاع أو سيرور هذا القطاع في الفترة المقبلة أكثر ضغطا، مضغوط شوية الأمر، لأنه هذا التجميد وهذا التأخر سينجم عنه ما ينجم، وبالتالي ينبغي أن نتخذ القرارات المناسبة حتى نسير هذا الضغط؟ طبعا كما تعلمون بأن تعليق الدراسة جاء بناء على تقارير اللجنة العلمية مكلفة بمتابعة ورصد انتشار الوباء على المستوى الوطني، والفاصل كان أكثر من ضرورة، خصوصا ونحن عايشنا الارتفاع المتصاعد بالنسبة للوباء بشكل غير متحكم فيه، في وسط كان يفتقد لأبسط الشروط الصحية المطلوبة، ولذلك فانتشار الوباء في الوسط المدرسي كان يقتضي هذا الانقطاع،
ونحن منذ البداية قلنا بأن هذا التعليق أو هذه الفترة هي فرصة، أولا فرصة لإحداث ما يسمى بالتباعد الجماعي أو القطيعة الجماعية اللي هي المتمكنة في التباعد والعزل للمصابين والتشخيص والكشف الفيروسي بالنسبة للمشتبه فيهم إلى آخره. فرصة أننا نعطي للمصابين أنهم يعني يكونوا يعني يصلون إلى محطة الشفاء، ونتمنى الشفاء للجميع والصحة للجميع. اليوم يعني بعد 15 يوم هذا التعليق أو 17 يوم، نتمنى بأن وزارة التربية الوطنية من خلال مديريات التربية أنها وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لموعد الدخول. ونحن منذ البداية قلنا بأننا نحن يعني نطالبنا وزارة التربية الوطنية أن موعد الدخول آتي اليوم أو غدا، ولكنه يتطلب أننا نوفر أجواء صحية آمنة، نوفر وسائل ومستلزمات صحية حتى لا نعود مرة أخرى إلى نفس الوضعية وإلى نفس الانقطاعات التي لا تخدم سيرورة السنة الدراسية. نعم، هذا التجميد ربما سيد بوديبة قد تم حاليا، تم أسبوعين والدراسة متوقفة في المدارس، سينجم عنه ما ينجم الآن، سيكون وقت ضائع في هذه البرنامج لهذه السنة. في رأيكم هذه الوثيقة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام والتي تقول أنها بالفعل هي لدى وزارة التربية ولدى وزير التربية، هل في رأيكم أنها تعالج أو أنها تعطي خارطة طريق حقيقية لتجاوز ما ترتب عن كورونا؟ ونحن أولا أي وثيقة صادرة يعني رسميا من هيئة بيداغوجية سواء المفتشين أو الأساتذة أو الخلايا البيداغوجية اللي هي مكلفة بهذه المجالات، فهي نحن يعني يجب أن نعطيها أهمية للدراسة. لكن نحن بحكم وجودنا الميداني، بحكم قربنا من العملية، يجب أن نحن نرى بأن استدراك الساعات الضائعة يتطلب استراتيجية بيداغوجية مدروسة ومحكمة. كما تعلمون بأن أو تعليق الدراسة من 20 جونبي إلى 5 فبراير هو ما يعادل 11 يوم دراسة فعلية. 11 يوم دراسة فعلية تقابلها ساعات ضائعة، كل أستاذ عنده حجم ساعي معين ضائع لهذه الفترة. كما تعلمون كذلك بأن الأساتذة بناء على البلاغ اللي صدرته وزارة التربية الوطنية بعد تعليق الدراسة يوم 20 جونفي أجبرتهم على أنهم يكونوا في المؤسسات في الأسبوع الموالي. معناها الأساتذة يعني من الأساتذة اللي كانوا موجودين في الأسبوع أثناء التعليق على مستوى المؤسسات التربوية. لذلك فالتعامل مع هذه القضية يجب أن يكون تعامل مدروس، بحيث أننا نحن اقترحنا بأنه يجب أن نترك هذا الأمر على مستوى المؤسسات. نحن نعرف بأنه عندنا مجالس علمية، عندنا يعني الإدارة مع الأساتذة يقوم بإعداد رزمامة زمنية لاستدراك بيداغوجي بالنسبة لهذه الساعة، ونظن بأن 11 يوم ماهوش أمر صعيب أو مقلق. يعني يمكن يعني يعني بدون صعوبة أننا نضع رزمامة، لكن هذه الرزمامة يجب أن توزع ما بين 5 فبراير إلى غاية مايو. هذا التوزيع لما يكون بالتشاور مع الأساتذة، كل أستاذ حسب الفراغات الموجودة عنده وحسب يعني أستاذ بوديبة، لما تقول هذه الوثيقة مثلا أنه تتوقف الدروس نهاية مايو، هذا التاريخ أو هذا الموعد بناء على الوضع الطبيعي إلى أي مدى هو قريب أو بعيد؟ أنا نظن بأن كان هناك مبالغة نوعا ما في الموضوع.
لا يحتاج كل هذه المبالغة. نحن نرى بأن الرزنامة الزمنية المتيرة المدرسية يجب أن تبقى بما هو مخطط وما هو معلن منذ بداية سنة الدراسة. فقط أنا قلت بأن الساعات الضائعة من خلال 11 يوم دراسة يمكن استدراكها، وهذا الاستدراك لما على مستوى المؤسسات الأساتذة يمكن أن يوضعوا رزنامة زمنية مدروسة. ما معنى مدروسة؟ معناها ما لازمش تكون ضاغطة على التلميذ، ما لازمش تكون تؤثر على الرزنامة الزمنية لدراسة التلميذ خلال الأسبوع، وما لازمش تكون في نفس الوقت يعني توقع خلط للمساس بالبروتوكول. لكن ربما أستاذ بوديبة قد يناقشك البعض يقول لك إذا كان ربما في الظرف العادي، طبعا العادي الآن هو في إطار وضع الكورونا التي منذ سنتين وهي الظرف السائد إن صح التعبير، هو صعب جدا لأنه فيه تفويج وفيه إجراءات صعب، يعني حتى الآن هذا الظرف قبل هذا عملية تجميد سنة دراسية كان صعب على الأساتذة أنهم يوصلوا للحجم الساعي المطلوب، فما أدراك الآن ربما كيف؟ أنا مثلا بالنسبة للأساتذة حجم الساعي يتغير من مادة إلى أخرى ومن شعبة إلى أخرى حسب المواد الأساسية لهذه الشعب، وبالتالي فلما نضبط الحجم الساعي مع الأستاذ المعني كل أستاذ يعرف الحجم الساعات الضائعة بالنسبة إليه، وعندما نوجد يعني التلاميذ مثلا القسم هذا القسم لا يدرسون مثلا في اليوم الفلاني مساء والأستاذ لا يعمل في اليوم الفلاني مساء، وكان هناك يعني أقسام تكون فارغة، يمكن أن نضبط هؤلاء الأساتذة يعملوا في هذا الفترة من الفراغ الموجود خلال الأسبوع. ولما نوزع الساعات على الفصل الثاني والفصل الثالث، إذا الرزنامة المتيرة المدرسية ما حاش تتغير بشكل كبير. إذا نقدر نعوض مثلا إذا كان الأستاذ عنده 11 ساعة ضائعة، نقدر نعوض من المارس ونعوض 6 ساعات وأربع أو خمس ساعات نعوضهم في شهر أبريل، وإذا الضغط ما يكونش على الأستاذ وما يكونش على التلميذ وما يكونش على وقرار تقليص العطلة يدخل هذا ربما، أنه نقصوا العطلة، نقصوا أسبوع من العطلة ومع شوية يعني تعويض مثل ما قلت، يعني كل أستاذ يحاول يدبر رأسه وفقا لما يستطيع، هكذا نوصلوا ربما إلى أنه الأمور تكون مقبولة. هذا الأمر يعود إلى إمكانية إعداد الرزنامة وضبط الرزنامة. من خلال ضبط الرزنامة الزمنية تتضح مدى احتياجاتنا، ونحن قلنا إذا كان بالضرورة أن لا نفكر في استغلال الأسبوع الأول من العطلة فلا مانع من ذلك. ونقول بأن يعني يجب أن يعني نعرف أن إرادة الأساتذة في الاستدراك هي بالرزنامة وبغير الرزنامة ستكون، لكن ضبطها في رزنامة سيجعل العملية تكون مضبوطة وتكون واضحة وتكون لها يعني نتائجها تكون إيجابية بالنسبة للتلاميذ، ويكون تقدم الدروس بصفة عادية بدون تسرع وبدون حشو. إذا لدينا عديد الإمكانيات على مستوى المؤسسات، لما يكونوا الأساتذة متفاهمين يقدروا يلقوا ما هي الطريقة اللي يعوضوا بها هذه الساعات. ونحن يعني سبق وأن قلنا لو يمكن أن نفكر في الأسبوع الأول من العطلة، وأنا قلت كذلك في بعض يعني في بعض المداخلات قلت بأنه إذا كان أساتذة مؤسسة ما رأوا بأنهم يستغلوا ممكن ساعة أو ساعة يوم السبت، هذا بالاتفاق لا يمكن أن نفرض عليه يوم السبت، لكن إذا كان اتفقوا بنفع بعضهم كأساتذة وشافوا بأنهم يقدروا بعض الأساتذة يعوضوا يوم السبت فلما لا، لكن هذا الأمر يجب أن يكون بالاتفاق على مستوى خلينا أستاذ روح الفاصل أستاذ بوديبة، خلينا نروح الفاصل ربما حتى أطرح عليك السؤال أو النقطة الأكثر جدلية في هذه الوثيقة، قضية التقييم المستمر أو التقويم المستمر كمعوض عن الفروض، هذا فيه كلام كثير ربما وفيه ربما آراء كثيرة، سنحاول أن نطرح هذا السؤال وأسئلة أخرى متعلقة بهذه الوثيقة الإجرائية بعد فاصل قصير. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا،
عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم لهذه الأمسية موضوعها حول هذه الوثيقة الإجرائية التي تحدثت عنها وسائل إعلام وطنية، تقول أنها تتواجد على مكتب وزير التربية. الهدف منها هو التعامل مع ما نجم عن تجميد الدراسة بسبب التطورات الوبائية المتعلقة بكورونا وبالخصوص متحور أوميكرون. طبعا هذا التجميد تسبب فعلا في تضييق هذا المدة الزمنية للدراسة، وبالتالي ينبغي التعامل مع هذا الموضوع وإجراءات التعويض المناسبة. طبعا أعيد الترحيب بضيفي عبر سكايب الأستاذ مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة كنابيس. أهلا بك مرة أخرى أستاذ بوديبة. طبعا موضوع قضية هذه تعويض الفروض، فروض الفصل الثاني بالتقويم، خليته الجزء الثاني حتى نقشوه بما يحتاجه فعلا من وقت. أستاذ بوديبة، في رأيك أنت كأستاذ وكمكلف بالإعلام في نقابة كبرى في القطاع، نقابة كنابيس، هل ترى أنه فعلا التقويم المستمر معوض للفروض موضوعي؟ هناك يعني إشكالية، ممكن ما نقولوش إشكالية، وإنما هو احنا نعرف بان الفروض هي عملية تقييمية، وهي هي تدخل ضمن المسار التقييمي بالنسبة للتعليم. والفروض عادة بانها الأستاذ يقدر يقوم بها في الفترة الممتدة ما بين بداية الفصل إلى غاية الامتحان، ويمكن في العادة كنا الأستاذ يقدر يدير يعني فرض يقدر يدير فرضين أو ثلاثة، لكن في السنوات الأخيرة هناك يعني تعليمات قدمت بأنه يقدم فرض واحد وعندنا تقييم المستمر بالنسبة للتلاميذ. الأستاذ يقيم التلاميذ تبعه من خلال عديد المعايير المضبوطة في مجال التقييم المستمر. نحن ما نعيده في مسألة الفروض هو عندما نحدد أسبوع للفروض. هي ممكن هناك من يراها مسألة تنظيمية، لكن نحن بصفة أستاذ أرى بأنه ليس بالضرورة أننا نضبط الفرض في أسبوع. يمكن للفرض الأستاذ يقدر يختار الفترة المناسبة للفرض قبل الامتحان، ولذلك في الفروض يمكن القيام بها إلى غاية الامتحان، إلى غاية أسبوع الامتحان. والحجم الساعي للفرض يقدر يكون نصف ساعة، ويقدر يكون ساعة، ويقدر يكون ساعة. لكن أستاذ بوديبة، أستاذ بوديبة، إحنا أصلاً كنا نتحدث أنه فيه ضغط كبير وفيه سباق مع الوقت حتى نعوض هذا الحجم الساعي الذي فقدناه بسبب هذا التجميد الناجم عن التطورات الوبائية، فكيف سنضيف هذه الفروض؟ ربما أكيد أنه الكثير من المواد، خصوصا المواد يعني الأساسية في حسب كل شعبة، تحتاج إلى ساعة وربما أكثر في مدة الفرض. أقصد شوف، الفرض هو جزء من العملية التعليمية التعلمية، هو عملية تقييمية تدخل ضمن العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي الفرض ما هوش مستقل عن مسألة تقدم الدروس أو مسألة سيرورة الدروس المبرمجة، ولذلك فهو في نفسه نشاط تطبيقي وفي نفسه عملية تقييمية. ولذلك ما هذا ليس بالمشكلة لما الأستاذ يدرج أن الفرض 45 دقيقة أو ساعة في الوقت العادي بالنسبة للدروس. إذن هذه عمليات أو استدراك واستدراك بيداغوجي، ولذلك قلت بأن الأستاذ يدرك كيف يستدرك هذه الساعات بخبرته البيداغوجية وبآلياته البيداغوجية. المشكل هنا لا نرى بأنه هناك مشكل بأنه تكون هناك فروض والأستاذ يختار الطريقة التقييمية بالنسبة للتلميذ ويختار نقطة الفرض في هذه المرحلة. وقضية التقويم أستاذ، التقويم في حالة مثلا قال لك أنه سنعتمد التقويم لن نقوم بالفرض، ما عندناش وقت للفرض، كيف تقيم هذا التقويم؟ كيف نفكر التقييم المستمر؟ التقييم المستمر هو في عديد عمليات،
عديد المعايير من بينها يمكن انه ينظم سؤال او سؤالين لمده 30 دقيقه مثلا. هو يدخل ضمنها بالعرض والفرد يمكن ان يكون بهذه الطريقه. اذا قلت بان المساله التقييميه هنا هي ماهيش مشكله بالنسبه للاستاذ في المسار يعني في المسار يعني الاستدراك للمعارف العلميه اللي يقدمها التلميذ. يمكن انه يجعل من الفرد هو جزء من العمليه الاستدراكيه لمفاهيم علميه يختبر التلميذ في نفس الوقت عمليه التصحيح وعمليه التقييم والتقويم تدخل في عمليه الاستدراك. اذا انا قلت بان الحجم السائد بائع لا يؤثر على هذه العمليات ولا يؤثر على مسار العملية التقييمية سواء ما تعلق بالفروض أو ما تعلق بالامتحانات. نعم وصلت الفكرة أستاذ. يصير بصفة عادية. نعم وصلت الفكرة أستاذ. أستاذ لكن هناك نقطة أخرى في حسب هذه الوثيقة أنه عندها رزنامة محددة جدا تبدو أنه صارمة جدا في قضية المواعيد. تقول لك مواعيد صب النقاط وعقد مجالس الأقسام وتحددها بفترات مضبوطة. في رأيك قطاع التربية هو جاهز ليتعامل مع هذه الصرامة مع هذا التقييد الكبير في المواعيد؟ شوف أولا هناك مسائل تضبط على مستوى المؤسسة عمليات تضبط على مستوى المؤسسة. مركزية الأشياء يمكن أنها تؤدي إلى عكس الهدف المراد منه. ولذلك أنا نظن بأنه هذا المقترح المقدم لا نحن لا نعرف مصدره. طلعنا عليه في الإعلام لكن لا نعرف مصدره. لكن نحن نقول بأن الأمر لم يخرج من الإطار المطلوب. عملية الاستدراك هي عملية ممكنة. عندنا مجالات يمكن أننا نستغلها من أجل استدراك المعارف العلمية المطلوب تقديمها للتلميذ. كما نعرف بأن الأستاذ أحيانا في الظروف العادية أنه عندما يتأخر في بعض الدروس أنه يضيف ساعات التلاميذ من أجل تقوية الفهم ومن أجل تقديم نشاطات إضافية بالنسبة للتلاميذ. الأمر إذا أنا قلت في هذا المجال يعني هو بإمكاننا أننا نوضع الأمور في سكتها العادية وفي إطارها العادي. فقط نقول بأن وزارة التربية الوطنية يجب أن تركز بالدرجة الأولى على توفير الأجواء الصحية الآمنة. ما لازمش نجعل الوسط المدرسي هو وسط لانتشار الوباء. صحيح مطلوب جدا. نعم هذه المعادلة المطلوبة أن تكون سنة دراسية تكون مرنة ويعني تمر بإنسيابية وفي نفس الوقت نتخذ الإجراءات الوقائية وإن شاء الله تكون الأمور أحسن في المستقبل. أستاذ بوديبة قضية أن الوثيقة تقترح البكالوريا تكون يوم 12 جوان وشهادة التعليم المتوسط البيام ابتداء من 6 جوان. أعتقد هنا رانا في المواعيد الأساسية ما فيش تغيير. لأن نحن نرى بأن التواريخ اللي سبقوا الإعلان عليها نراها بأنها يعني التواريخ تبقى بنفس الكيف. يعني ما كانش حاجة تستدعي أننا نغير الفترة أو التواريخ. يعني شهر جوان هو شهر لامتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. الأمور أنا نقول إلى حد الساعة نتمناه أن ما تصيرش انقطاعات أخرى، نتمناه ما يصيرش تعليقات أخرى. إذا كان مرت الأمور يعني بدون تعليق يعني بدون فواصل أخرى نقول بأن الأمور ستكون عادية وراح يكون مشكل في هذا المجال. إن شاء الله. أستاذ بوديبة يعني في الختام أنتم هل تم الاتصال بكم حول هذه الوثيقة؟ أعتقد لا. لا ما كاش اتصال في هذا المجال. لو اتصل بكم أو اتصلت بكم وزارة التربية كنقابة وكفاعلين في القطاع في إطار النقاشات، يعني يقال أن هذه معروضة على النقاش وعلى مختلف التقييمات والإثراءات، ماذا تقترحون وش تضيفوا؟
شوف انا نقول علاش قلت بان عمليه الاستدراك تترك للمؤسسات من خلال ضبط رزنامة على مستوى مجالس التعليم، يعني اشتراك يعني الاداره مع الاساتذه لوضع هذا الرزنامة. اولا كاين ما نساوش اشياء، يعني كاين امور مهمه لازم نذكروها. اولا الحجم الساعي الضائع لهذه الفتره متحكم فيه ويمكن استدراكه. ثانيا اراده الاساتذه يجب ان تؤخذ في الحسبان، وما لازمش نروح نستعمل طريقه ان الاستاذ يجب ان بمفهوم يجب ان كاين 15 يوم ضائع، لان الاستاذ في الاسبوع الاول من تعليق الدراسه عديد الاساتذه كانوا موجودين في المؤسسات، لكن الاستاذ قلت هو مستعد لتعويض ساعات الاستدراك هذه الساعات الضائعه من هذه الفتره، ولازم توزع من 6 فبراير الى غايه 15 مايو، ويمكن التفكير اذا اقتضت الضروره في الاسبوع الاول من العطله، ونظن بان هذا الامر سيكون بصفه هادئه وبصفه عاديه وستحل المشكله. نعم، وبخصوص قضية اختتام السنة الدراسية في 14 جويلية أستاذ بوديبة، هذا ما فيش تقليص في عطلة الأساتذة ومختلف يعني الفرق التقنية والإدارية في المؤسسة التربوية؟ بون نظن باللي ضروري كاين هناك تواريخ معروفة اللي هي 4 5 6 جويلية، هو الحد بالنسبة لي من المفروض للعطلة الصيفية، مع العلم أن الأساتذة في المحطات التقييمية يقدروا يريحوا أحيانا إلى 15-16-20 لأنهم يصحوا البكالوريا، وعموما عملية التصحيح خصوصا إذا كانت الامتحانات مثلا تتأخر إلى غاية 18-20 جوان في بعض مثل السنة الماضية، الأساتذة يريحوا حتى 15 جويلية، وإذا كانت الامتحانات في بداية جوان مثلا 12 جوان نظن بأن الأساتذة لما يكملوا التصحيح يكملوا عمليات العمليات الإدارية والتقييمية لنهاية السنة. نظن لماذا 14 جويلية؟ كاين 4 جويلية هو التاريخ الأنسب والتاريخ التقليدي المعروف، نظن بأن هذا هو المناسب لجميع مناطق الوطن. بالنسبة ولاية الجنوب لازم تكون أقل، لكن في ولاية الشمال نظن بأن 5 جويلية هو الحد بالنسبة لهذا. طبعا هنا ربما أستاذ بوديبة هو سؤال لكن فيه ربما تحية لقطاع التربية بكل الفاعلين فيه أستاذنا، ربما أنه في دول كثيرة ممكن تكون متقدمة إمكانياتها أكبر في مكافحة الوباء مقارنة بالجزائر، لكن الدراسة فيها معلقة والدراسة عن بعد والمدارس مغلقة. اليوم فقط في خبر أنه في الهند سيتم فتح المدارس بعد 600 يوم من الإغلاق، يعني ما يقارب السنتين في هذا البلد القارة، لكن في الجزائر الحمد لله بين أخذ ورد، بين أحيانا مشاكل أحيانا صعوبات، لكن الحمد لله أن قطاع التربية يمشي يراه يتكيف مع الوضع ويتعامل معه. فعلا هناك غيرة، هناك إرادة، منذ السنة الماضية قلنا بأن الأساتذة واجهوا الوباء لما وصلوا الأرقام تصاعدت آنذاك ووصلت إلى أرقام لم نعيشها من قبل، لكن رغم ذلك كانت هناك سيرور السنة الدراسية وكانت هناك ضريبة، كانت ضريبة كانوا ضحايا يعني أساتذة يعني توفوا رحمة الله عليهم، عدد المرضى كان مرتفع، لكن رغم ذلك تمت السنة الدراسية وتم الامتحانات الرسمية. بالمقابل نحن كنا دائما نقول بأن هذه الإرادة يجب أن تدعم بتوفير الإمكانات المادية والبشرية، وهذا اللي ما وجدناهش نحن مثلما كنا نطالب به على مستوى المؤسسات، لكن رغم ذلك هناك تحدي، هناك غيرة، هناك إرادة، هناك رغبة، نتمنى أن تستغل في جانبها الإيجابي، ونتمنى بأنه تعطى يعني الأهمية الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية عموما الأستاذ بالخصوص، حتى يعني نحل، لأن مشاكلنا تحل بالدرجة الأولى بداية من المدرسة، والمدرسة هي أساس أننا يعني أننا نعطي حياة
حياة مجتمعية، حياة يومية إلى آخره. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة كنابيست، كنت ضيفنا اليوم في حلقة البلاد اليوم عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم، وبالتوفيق لجميع الأساتذة ولجميع الأسرة التربوية ولتلاميذنا إن شاء الله. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة في حلقة اليوم. سلام الله عليكم.